السلام عليكم ورحمة الله، معكم مشعل عبد الله، قناة فن العلاقات. حلقة اليوم بتحدث فيها برسائل، رسائل إلى الشخصيات النرجسية المؤذية، رسالة إلى الشخص النرجسي السيء المؤذي المدمر للبيوت الزوجية. أتمنى أنه تنشروا، يعني تسووا شير كثير لهذا الفيديو ليصل إلى كل النرجسي أو الأغلب النرجسيين إن شاء الله. رسالتي أقول فيها: أيها النرجسي المؤذي، ألا تعلم أنه كل شخص أذيته يتحسب عليك في الليل والنهار؟ والله أنه يتحسب عليك ويدعو عليك في كل صلاة، لأنك أذيته عقليا وأذيته نفسيا وجسديا، أنهكته، يعني خليته يتمنى، بعضهم خليتهم أنت يتمنون الموت سبحانه. وربي سبحانه أمر بأن نكون هينين لينين مع البشر، أمر أن نكون أخلاق مع البشر. والرسول والله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، تدري ايش معناتها؟ معناته الله رفعه بسبب خلقه، بسبب لينه مع الناس، كيف لين، كيف يعاملهم. تجي أنت اللي الله خالقك من تراب تأذي وتشتم وتجرد الإنسان من كرامته وتذله وتستغل نقاط ضعفه وتستغل أنه هو محتاج. تخيل استغلال نقاط الضعف قد إيش هي جريمة. عشان الشريك صار ضعيف، ما عنده مال، ما عنده أهل، ما عنده سند، ما عنده دعم، رحت استغليت الضعف ومارست قوتك وأنت من الداخل ضعيف، لأنك من الداخل ضعيف مارست قوتك الوهمية عليه، لأنه هو ضعيف فعلا، ضعيف ما عنده أهل يدعمونه، ضعيف ما عنده وظيفة، ما عنده مال يستند عليه، ما استقل ماليا، ضعيف لأنه ممكن أحيانا يكون في غربة وأنت استغليت هذه النقطة أنه في غربة ما عنده أحد، ضعيف لأنه كان في البداية يحلم أنك أنت رجل ممتاز، رجل شريك محب. سواء شوف، أنا حديث اليوم بوجهه بصيغة واحدة، سواء للرجل النرجسي أو المرأة النرجسية. فكمل أنه عيب الشخص الشريك اللي معك اللي آذيته، أنه هو في بداية علاقته معك كان عنده أحلام أن يكون شراكة جميلة، عنده حلم أن تكون شخص محب له، يبادلك الحب، يبادلك الرومانسية والمشاعر، عنده حلم أن تكونون شراكة زوجية جميلة، تنجمون فيها أطفال جميلين، جيل جميل سوي. لكن انصدم بواقع مر، انصدم بشريك نرجسي مدمر مؤذي، يشتم يسب يصرخ يلعن، جميع يعني صفات السوء حصلها فيك الشريك. فتخيل هذه النفس البريئة اللي كانت تحلم فيك، تحلم بعلاقة جيدة معك، انصدمت وانهارت وتدمرت من الداخل، كلها جروح الآن. فما بالك انه انت خليته بعد السنوات كلها، ضيعت عمره. أيها النرجسي، شريكك ضيعت عمره، ضيعت سنين حياته الجميلة معك، وهو صامت وساكت يقول لعل أنك تتغير، لعل أنه يتغير. حاول جاهدا بالصراخ، حاول بالصمت، حاول بتغيير شكله، بتغيير معاملته، تصنع شخصية جديدة عشانك، ما نفع فيك. ضاعت سنين وأنت ما زلت مستمر بالأذى، بأذيته، مستمر بتدميره، ومستمتع وتضحك، ولا همك إلا نفسك ومصلحتك على حساب هذه الشخصية البريئة. تخيل هذا الشخص، هل تدميره هذا وضياع عمره معك وسنينه معك راح يكون عبث؟ أبدا، والله إنه الدنيا دوارة، يا تصيبك أنت في بدنك وفي نفسيتك، يا تصيبك أنت في أقرب الناس لك، سواء بناتك، أولادك، أبوك، والدك أو والدتك. تأكد أن ما صابتك في الدنيا في الآخرة لن تذهب، يعني التحسب هذا اللي أنت آذيته، اللي أنت آذيته، تحسبه ودعائه عليك في كل صلاة، والله لن يذهب عبث. ولازم تعرف أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب،
دعوة المظلوم مستجابة بإذن الله، والأحاديث كثيرة تدل على ذلك. فاحذر دعوة المظلوم، هذه النفس البريئة اللي كانت حالمة حلم جميل معاك، اللي اختارتك للأسف لتكون مثلا أنت شريك حياتها، لتكون ملكها أو أميرها أو فارس أحلامها، هي اللي اختارتك، تعاقبها بالأذية هذه. بعض الناس يقول لي أن النرجسي لا يعلم لأنه مريض وكذا. أبدا، لو في قانون في البلد يعاقب كل نرجسي يؤذي ويشتم ويسب ويمارس أذيته ودماره، والله ما حد يؤذي ولا نرجسي بتشوفه يؤذي، لأنهم جبناء ويعرفوا أنهم غلطانين ويعرفوا أنهم مؤذين، بس هم مبسوطين يمارسوا نرجسيتهم وأذيتهم لأنهم يستمتعوا بالأذية، قمة الوناسة، يروح يحط رأسه على المخدة في السرير وينام مبسوط، ولكنه أذى نفس، ولكنه دمر نفس، ولكأنه ضيع حياة إنسان ضاعت سنينه، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، بعضهم 5 سنوات، كلها سنين ضايعة على أساس تتعدل أنت، لكن للأسف لم تتعدل وانصدموا، وبعضهم فارقوك وانسحبوا من حياتك أخيرا، ولكنهم ما زالوا مجروحين ومكسورين من الداخل، لدرجة أنهم لعد ما عاد يعني يأتمنوا أو يؤمنوا نفسهم على أي رجل، دمرت حياتهم. هل تتوقع اللي خالقك وخالقهم بيسكت عنك؟ لن يعاقبك؟ هل تتوقع تصرفاتك تمر مرور الكرام؟ والله إذا كنت في عدم توفيق وعدم رزق فأنه بسبب تصرفاتك أيها النرجسي. لذلك أتمنى تعملوا شير، ثاني مرة أقولك شير لهذا الفيديو لكل نرجسي، لعل أنه يعني يفوق من غيبوبته، لعل أنه يعرف إيش قاعد يأذي الناس، ولعل أنه يعتدل. يعني إن شاء الله إحنا أملنا بالله كبير في هؤلاء الأشخاص المؤذين المدمرين للحياة عموما، فما بالكم بالأشخاص. في نهاية الحلقة أتمنى أنكم استفدتوا منها استفادة كاملة أيها النرجسيين، لتكفوا شركم عن خلق الله، اللي الله سبحانه أمر من نكون لينين معهم ونكون أخلاق عالية معهم وحسن التصرف معهم، ونخاف الله فيهم. والسلام عليكم ورحمة الله.